زينب وصلنا لمحطتنا التالية ورح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم وهو الطاقة المتجددة. لما بنقول الطاقة البديلة بنقصد فيها الطاقة المتجددة التي تحل محل الوقود مثل البترول الأحفوري والصخر الزيتي والغاز الطبيعي، وهي طاقة أقل ضررا على البيئة وأكثر ديمومة الاعتماد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية المتجددة. كيف ممكن نحصل على هي الطاقة البديلة ونستخدمها بشكل سهل ومفيد؟ أكيد رح نعرف أكثر التفاصيل مع المهندس طارق دغمي وهو ماجستير بالمعهد العالي لبحوث الليزر. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح خير للأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. موضوع استخدام الطاقة البديلة هو ما جديد، يعني بالأساس نحن قبل ما نوصل لمرحلة توليد الكهرباء الطاقات البديلة استخدمت بشكل كتير واسع. خلينا نعرف أول شيء كمان شو هي مصادر الطاقة البديلة قبل ما نبلش هيك نحكي بالتفاصيل. تمام، هلا الطاقة البديلة يقصد فيها الطاقات اللي موجودة أو الطاقات المتجددة بشكل طبيعي مثل طاقة الرياح، طاقة الشمس، طاقة المياه، فكل هي أنواع الطاقات. هلا يعني حتى في موضوع هلا يعني لهم فترة عم يشتغلوا فيه موضوع طاقة الحرارة الباطنية للأرض. يعني ممكن عم يعملوا حفر لأعماق معينة يستغلوا حرارة الأرض الداخلية ويعملوا منها توليد كهرباء أو توليد طاقة. فموضوع توليد الطاقة يعني هو يقصد فيه المصادر الطبيعية اللي ما بتنضب المتجددة بشكل دائم. هلا هذا الموضوع بيختلف من بيئة لبيئة تانية. يعني مثلا إذا بدنا نيجي على موضوع طاقة الرياح، هلا نحن كبلد بمنطقة هون منطقة سوريا طاقة الرياح فيها تعتبر جيدة، تروح السرعة تقريبا على ارتفاع 10 أمتار بين 5 متر بالثانية بشكل وسطي، توصل بعض الأماكن لل 10 متر بالثانية، هذا المعدل الوسطي خلال العام. هلا هي الطاقة كافية لتوليد تقريبا حوالي 250 كيلو وات ساعي على المتر المربع. طبعا احنا بنقيس توليد الطاقة على مساحة متر مربع. كمان بالنسبة للموضوع الشمسي عم نحكي توليد الكهرباء، من طاقة الرياح. تمام. بالنسبة للموضوع الشمسي كمان تعتبر بلدان الوطن العربي عموما كمناخ هي تعتبر جيدة جدا موضوع الطاقة الشمسية. كمان هني بياخذوا مقياس قديش الحرارة الساقطة على وحدة المتر المربع، كمان تعادل وسطيا من 250 لل 270 واط على كل متر مربع. فإذا نحن هي أكثر أنواع المصادر المتوافرة بالوطن العربي هي طاقة الرياح، طاقة الشمس، وبالأخص عندنا بسوريا. هلا في عندك موضوع طاقة المياه، كمان هي جيدة جدا بتوليد طاقة كهربائية. بس نحن عندنا موضوع المياه يعني هو محصور دائما بالسدود والأنهار. وكمان يتم استخدام موضوع المد والجزر. يعني موضوع المد والجزر بكوريا الجنوبية في محطة بتولد تقريبا حوالي 250 ميجا وات. يعني هي 250 ميجا وات حوالي ربع استخدام سوريا من الكهرباء تقريبا. وفي كمان بفرنسا نفس الترتيب على المد والجزر. والأنهار كمان في عندك مثلا نحن عندنا نهر أو نهرين ممكن نولد منهم. هلا ممكن هي الطاقة يعني لو ما كانت طاقة كافية ممكن نحن نستخدمها بموضوع رديف للطاقة الأساسية مشان نستغنى عن موضوع الفيول أو موضوع الغاز الطبيعي أو موضوع النفط. أما عن موضوع طاقة الشمس فهو الشيء يعني هو الأكثر طاقة لا تنضب، طاقة الشمس. هو شائع هلا عم نشوفه كثير، يعني الطاقة الشمسية عم تستخدم بسوريا بشكل لو بسيط. هلا هي موضوع الطاقة الشمسية يعني هو موضوع أساسي. يعني نحن ليش بلشنا بموضوع الطاقة الشمسية؟ شوفي هو أول شيء بلش الخوف من موضوع نضوب النفط، فالناس بلشت تبحث عن مصادر للطاقة بديلة. يعني هو هذا الخوف الأول، بالإضافة لاهتمام الغرب بموضوع البيئة. يعني تلاحظي حتى موضوع السيارات ممكن ضلوا يعملوا تجارب حوالي 5 سنين 6 سنين لحتى يطلعوا سيارة انبعاث الكربون فيها عشان موضوع الأوزون أقل بنسبة مثلا 0.02 انبعاث أوزون. فموضوع الأحوال المناخية أو موضوع الاحتباس الحراري اللي هو موضوع أكثر موضوع هام بموضوع احتراق الفيول هو الموضوع اللي كتير خوف العلماء من موضوع تخرب القشرة الأرضية، تخرب الغلاف الجوي بشكل كامل، وهو اللي خلاهم يدوروا على الحلول البديلة. فبلشوا بالموارد، يعني كل بلد شو في، طبعا في مخطط عالمي لانتشار مثلا طاقة الشمس على مستوى الكرة الأرضية، وين أنسب شيء طاقة الرياح، الطاقة المائية. هلا على مستوى الوطن العربي هو من أنسب الأماكن لاستخدام الطاقات الشمسية. بالنسبة عندنا للمنطقة نحن هون بسوريا طاقة الرياح تعتبر جيدة مقبولة. هلا بالنسبة للتكاليف، تكاليف مثلا طاقة الرياح تقريبا بالبلدان الأخرى نتيجة تطور التكنولوجيا هي أرخص حتى من تكلفة الفيول أو الاحتراق الغاز الطبيعي، وأنظف كتير، وصيانتها صارت يعني هي إلى فترة كتير معتمدة، وصيانتها صارت يعني سهلة وبسيطة.
هلا حتى موضوع طاقة الرياح هو من زمان مستخدم عندنا بالبلد، بس يعني ما كان بموضوع الكهرباء، كان يستخدم من ايام على ايام الطواحين، ما بعرف اذا بالقرى تشوفوا فيه كان في شيء اسمه طاحون، كانوا يستخدموه لطحن الحبوب وكذا، كان يشتغل على مبدا طاقة الرياح. بالاضافة لموضوع المياه حتى كانت مستخدمة عن طريق النواعير، يعني هي موجودة حوالي من القرن الخامس الميلادي بحما موضوع النواعير والمياه، فكانت تستخدم لنقل المياه، رفع المياه، كمان تستخدم لتدوير المطاحن، تستخدم لي، فكان لها عدة استخدامات. حتى الطاقة الشمسية كمان كانت تستخدم بموضوع تصفية المياه وتحليتها، وكانت تستخدم بالتدفئة كمان قديمة، كان في بعض المواد يلي بتعمل امتصاص حرارة وبتعمل بتحافظ على حرارة، اللبن في خلطات معينة قديمة كانت تطلع منها أو تصنع منها أساسا الجدران، بتعمل احتباس حراري، بتعمل تدفئة. هلا بالنسبة لموضوع توليد الكهرباء، موضوع التوليد من الطاقة الشمسية نحن بحاجة لمساحات شوي تكون واسعة. واسعة. هلا نحن الحد الأدنى نحن ممكن نعمل تغذية طاقة شمسية، يعني ممكن نحن بالمشاريع القادمة يكون الطاقة الشمسية هو شيء مفروض على تصميم البناء. بحيث إنه الطاقة الشمسية الحد الأدنى نستخدمها لأغراض التسخين والإنارة. نحن بهذا الموضوع يعني تسخين ضغط على الكهرباء، موضوع الكهرباء. نحن أغراض التسخين والإنارة بالبيت هي تستهلك حوالي 60-65% من الكهرباء المنزلية. يلي الكهرباء المنزلية حاليا بتستخدم حوالي 80% من استهلاك البلد بشكل عام. طيب نحن هلا جايين على موسم الشتاء، يعني بدنا غاز ومازوت اذا بدنا، وكهرباء هي اكثر يمكن الوسائل الاستهلاكيه. اليوم بالسوق السوريه شو الافكار ممكن نعطيها للمواطنين لاستبدال هي الطاقات، او يمكن الحصول على مصادر ثانيه غير هي المواد اللي ممكن كثير تنفقد بالشتاء؟ تم. هلا شوفي، موضوع النفط بالاساس في موضوع، هو موضوع اساسا بلش بموضوع الخوف من فقدانه، بعدين بلش الخوف من يعني مثلا بتعرفي موضوع شراء النفط وتخزينه بغير دول، ممكن بعدين احتكاره لبيعه باسعار كثير عاليه. فهذا الموضوع نحن اساسا من هلا يعني نحن حاسين بهي الازمه، مجرد ضغط علينا او الحصار بشكل بسيط بتلاحظي انه موضوع نحن ما عاد فينا لا مازوت ولا، فنحن لازم نلاقي الحلول البديله مشان ما نضل نحن مرهونين لموضوع النفط والغاز. صحيح. هلا الحلول البديله هي كثير بسيطه، يعني بما انه صارت موجوده احنا ما عم نكتشف شيء اكيد، بس بضل موضوع تطبيق، يمكن موضوع التطبيق العملي وموضوع انتشار الفكره بين المواطنين. هلا من حوالي 10 سنين قبل بدايه الازمه او اكثر من 10 سنين موضوع السخانات الشمسيه انتشر بشكل كثير كبير. هلا موضوع السخانات الشمسيه هو ما له بحاجه مدخرات، ما له بحاجه لاي تكاليف، تركب عمليه عباء لوح حراري، وتقريبا حوالي 20 سنه ل 25 سنه هو موضوع الحياه الافتراضيه له، ممكن يحتاج صيانات بسيطه. فهو وفر، انت مثلا استهلاك السخان حوالي 1 الى 2 كيلو واط بالساعه، لانه لو كل المنازل عملت طاقه شمسيه للسخانات نحن يعني تقريبا وفرنا حوالي 5% من استهلاك المنزل للكهرباء، هي بس على موضوع التسخين. طبعا ممكن استخدامه كمان بالاناره لانه ما له بحاجه لجهود عاليه كثير ومساحات، لانه بس لموضوع الطاقه الشمسيه في بس موضوع صغير، نحن لما بدنا نستجر طاقه عاليه نحن بحاجه لشوي مساحه الواح كبيره. هلا هي ممكن تصير على اسطح البرجيات الجديده، على اسطح الابنيه، ممكن تصير بالاماكن التوسعات يلي في جنبها مساحات واسعه شوي. بالمدن نحن محصورين بمساحات صغيره، ممكن كثير نستخدمها لموضوع الاناره، لموضوع التسخين، تسخين المياه. هلا هاي اول ناحيه، الناحيه الثانيه احنا بالموضوع الشتاء في عندنا موضوع الشمس يعني ما بضل متواجد دائما، فينا نستعين طاقه الرياح. هلا عنفات الريحيه في شيء منها منزلي وفي شيء منها مثلا تجاري وفي شيء منها لمستوى صناعي كثير كبير. هلا المنزلي بتراوح اسعارهم حوالي من 200 لحوالي مثلا 2000 دولار، هي كافيه مثلا لتغذيه منزل باغلب احتياجات الكهربائيه. هلا هي ممكن بالشتاء، يعني انت دائما عندك يا شتاء يا صيف، فانت دائما عندك غالبا يعني بهي المده طاقه رياح وطاقه شمس. ممكن احيانا نحن حتى لو ما كفتنا بكامل الاستهلاك نحن بنوفر جزء حوالي 70-80% من طاقه الكهرباء اللي عم ناخذها من الفيول، هي يعني بهي الفتره الحاليه. هلا في يعني في كثير افكار يعني موجوده بموضوع توليد الطاقه البديله. هلا في موضوع بالنهايه موضوع فكره توليد الكهرباء هو عباره عن اي شيء بيسبب حركه مولد اللي حيولد الكهرباء، فاي طاقه بتعمل لي حركه ممكن انا استغلها بتوليد الكهرباء. يعني هي اي فبتلاحظي افكار كثير صايره، ممكن في اشخاص بتعتمد على الاهتزازات، يعني هلا اكيد سمعانين عن موضوع المطبات الصناعيه. مطب صناعي بيتركب على الارض
أثناء الضغط عليه طبعا حسب الارتفاع، أثناء الضغط على هذا المطب بيؤدي لتوليد تيار كهربائي. طبعا أنت تتخيل أنه مثلا 10 مطبات صناعية قادرين على توليد كهرباء ما يعادل عنفية ريحية كبيرة بتكلفتها $1.5 مليون، 10 مطبات. فأنت أي حركة، أي عندك طاقة بتسبب لك حركة بشكل دائم أو فيك تستغليها ممكن تولدي منها الكهرباء بشكل دائم. هلأ الموضوع اللي ننصح فيه بالاستهلاك مشان موضوع الشتاء، أول شيء نحن فينا يعني المواضيع فينا شيء نستدركه، وفي شيء أثناء تصميم البناء. نعم. هلأ أثناء تصميم البناء عندك مواضيع العزل، يعني مثلا مجرد وجود بلور أو نوافذ. نعم. تكون نوافذ معزولة سميكة مغطاة ب برادي جلايل، فرش الأرضيات بالموكيت مشان تبادل الحراري بين الأرض، الحرارة الباردة دائما، عدم ترك النوافذ أو الأبواب، يعني دائما تشوفي ما في بيت محكم الإغلاق، تشوفي دائما في بالأبواب بالأغلب هي. ممكن نحن كمان نحاول إنه نعم. هل هو موضوع كتير كبير الطاقة؟ وأفكاره كتيرة. وأفكاره كتيرة، بنتمنى كمان نشوفها عم تتطبق على أرض الواقع، مو بس تضل أفكار خاصة بالشباب السوري. نحن بنتشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها عن الطاقة البديلة، إن شاء الله نشوفها بكل بيت سوري هيك بالمستقبل القريب. شكرا لك. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا.